مسألة التخذيل في أمام الرافضي يعني إثم وحوب كبير، نصرة للباطل على الحق، وقوف مع جند الشيطان، وأقل ما فيه خور يلام عليه صاحبه أمام الله وأمام الصالحين، يلام عليه والله. فهبوا معشر المسلمين وفقكم الله جميعا، كل يقف موقفه وأمامك يا حوثي. صحيح، كل يتخذ موقفا، سواء كان أهل السنة، سواء كان أصحاب الجمعيات، سواء كان يعني الإخوان المسلمون. أقول لكم لو تخارشنا بالأظافر ليس مبررا أن يخذل بعضنا بعضا أمام الحوثي. بيننا خلاف في مسائل مما هو من ما تبرز عليه الأدلة، أما هذا سيطم الكل ولا يبقي لشيخ مشيخته وتالله إلا أن يكون ذنبا من أذناب الحوثي موطي رأسه تحت قدميه، أو يمرق من دينه ويخرج من دين الإسلام ويصبح يسب دين الله ويسب يعني ماذا الصحابة ويعادي أولياء الله ويصبح منافقا. والله ما يترك لشيخ مشيخته ولا لوزير وزارته ولا لرئيس رئاسته ولا لشعب مكانته وحرمته، شعب كله ما سيترك له مكانة ولا حرمة. فالجهاد في مثل ذلك لا أنزه منه ولا أفضل منه ولا أجمل منه ولا أبر إلى الله سبحانه وتعالى منه أمام هذا الطاغوت. فوالله الذي يقتل في مثل هذا الحال يعتبر من خيرة الشهداء إن شاء الله نحسبه والله حسيبه، إذا كانت نيته صالحة صادقة، سواء في هذا المكان أو في غيره. حرام والله حرام، حرام التخاذل. التخاذل سيؤدي بالبلاد إلى هاوية، سواء من دولة أو شعب. فالدولة دولة مسلمة يجب أن ترعى المسلمين بالإسلام وتقول لصاحب البلاء والشر قف، وإن لم تقف عليك الشعب والدولة كلهم ضدك، كلهم ضدك. صحيح، حتى تتم الرعاية، رعاية صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى، وحتى يسود الأمن والأمان، وحتى يجنب البغي والطغيان، وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا بأن أمة نقول الحق ونعدل به، وأن أمة لا نرضى بالجور والبغي والعدوان على طرف ولا على آخر. أنزل الناس منازله، وأنه لا يجوز ممالأة المنافقين الذين هم يريدون البلاء للبلاد. الروافض منافقون لا أشد نفاقا منهم، ممكن يعطيك أجمل وجه وهو يكيد لك، وإذا سنحت له فرصة يقتلك ويمكر بك.